الآن إلى أخبار الوطن. تم مساء أمس افتتاح المدينة الذكية للترفيه والتسلية بالعشور بالعاصمة. الفضاء الجديد يحتوي على عدد من المرافق الترفيهية التي ستستفيد منها العائلات العاصمية. حفل الافتتاح حضره كل من وزير الاتصال والثقافة، وزيرة البريد والمواصلات والسلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الرقمنة، ووزير السياحة والصناعات التقليدية، وعني التلفزيون والإطار. فضاء جديد للترفيه والتسلية بقلب العاصمة تم افتتاحه اليوم بحضور عدد من الوزراء. كل ما يسمح للعائلة بأن تقضي يوم من الراحة هنا يجدون يعني كل ما يلبي احتياجاتهم في هذا. يعني صرح للترفيه وللعائلات للأطفال، ترفيهي ثقافي وفي قلب العاصمة، مفتوح للعائلات، مفتوح للشباب. بطبيعة الحال مبادرة جيدة. على كل حال خليناها مدينة يعني تكون إن شاء الله فيها السياحة حاضرة بقوة، لأن السياحة تعد قاطرة من القاطرات اللي توري كل هذه الأشياء الجميلة، سواء توري الشباب الجزائري المنفتح على العالم، توري الفن الجزائري الأصيل. مكتبة، مساحات للعب الأطفال، فضاءات لمشاهدة الأفلام السينمائية ومتابعة العروض الموسيقية وغيرها من المرافق. هذا المكان اليوم نسميناه افتتاح تاعو اليوم الرسمي نسميناه المدينة الذكية، لأنها أولا هي الممول هذه المدينة هو وزارة البريد والتكنولوجيات الحديثة. راح يكون فيها الوي في، راح يكون فيها يعني كل ما يقدروا يصيبوا هنا. كان يعني الجيري بوست راح دير هنا يعني دي ديستريبيوتور، في الليل المواطن يقدر يجي يجيب الدراهم بلا ما يروح البوستة في النهار. كاين اوسي موبيل يجي يخلص التليفون تاعو. المدينة الذكية إذن هي متنفس جديد للعائلات والشباب لقضاء أوقات ممتعة.